السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من مدرسة الحب. النهاردة احنا هنخش الفصل الثاني بعد حلقة المقدمة وحلقة الصاحب امبارح أبو بكر، والنهاردة الفصل الثاني من مدرسة الحب. خدوا بالكم يا جماعة، جميل قوي ان الواحد يحس بالتواصل بينه وبين اصحابه اللي نفسه يوصل فكره من قلبه لقلوبهم. النهارده احنا مع الفصل الثاني، الفصل الثاني في مدرسه الحب. والنهارده الصفه اللي هنتكلم عليها او الفصل اللي هنتكلم عليه هو فصل فيه صفه لو الواحد اكتسبها هيحس باستقرار في حياته. والصفة دي مش مفتقدها المسلمين بس، البشرية كلها محتاجة انها تكتسب الصفة دي. الصفة دي لما الواحد بيكتسبها بيبقى عنده نوع من الهدوء النفسي اللي بيقدره أكتر على العطاء في كل جوانب حياته. صفة النهاردة أو فصل النهاردة اللي هنخشه هو فصل المتوازن. الإنسان اللي عنده توازن في جوانب حياته. وإحنا قبل ما نخش المدرسة لازم نقف قدام المدرسة ونشوف مؤسس المدرسة صلى الله عليه وسلم اللي دايما على باب ربنا سبحانه وتعالى، على باب مدرسة الحب، بيدعو الناس بكل ما أوتي من طاقة وحب إن الناس تخش مدرسة الحب عشان يتعرفوا على ربنا عز وجل، وبالذات فصل المتوازن النهاردة. وإحنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم المعلم واقف وهو بيعلم اللي دخل فصل المتوازن يشوف صفة معينة من ربنا هتأثر فيه قوي إنه يكون متزن في كل جوانب حياته ويحاول يحقق النجاح في كل جوانب حياته اللي ربنا أقامها فيه. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس دل الناس على ربنا على صفة معينة في الفصل ده، ده كمان حياته صلى الله عليه وسلم كانت في قمة الاتزان. فإحنا بنستأذنك يا سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم إن إحنا نخش ونتعلم على أيديك في فصل المتوازن. أصل خد بالك وإحنا النهاردة مش هنتكلم على التوازن في جوانب كتير لأن الحلقة وقتها ما يتسعش لكل جوانب حياتنا. هنتكلم على جانبين بس إحنا بنقضي فيهم جزء كبير من وقتنا. هنتكلم على الاتزان في الحياة العملية اللي في الشغل، وهنتكلم على الاتزان في المناسك العبادة بيننا وبين ربنا. إزاي إن الواحد لازم تبقى عارف إن البني آدم بيحب الإنجاز في تكوين البني آدم كده، لما تيجي تحلله نفسيا يحب النجاح ويحب الإنجاز ويحب يبقى ليه صنعة أو عمل يبقى شايف نفسه بيتطور فيه تطور مستمر، وكمان في فراغ جوه القلب لا يمتلئ إلا بالروحانيات واتصال الروح ببارئها وخالقها سبحانه وتعالى. وأي بني آدم بيكسر التوازن ده بيبقى عنده اهتمام مفرط في جانب من جوانب حياته وعنده شرخ أو فشل في الجانب الثاني. الفشل ده اللي في جانب من جوانب حياته بسبب أنه مفرط في التركيز أو الاهتمام بجانب من جوانب حياته على حساب جوانب تانية بيحصل له تنغيص في سعادة نجاحه. يعني أنا لو مركز قوي في جانب من الجوانب وجوانب تانية أنا فشلت فيها، التعاسة اللي في الجوانب دي بتخلي حياتي جوه النجاح في الجانب التاني مش كويسة. عشان كده احنا النهاردة محتاجين نخش مع بعض، لكن نخش بطريقة ربانية، مش مجرد هنتكلم بطريقة تنمية بشرية تعالى نحقق التوازن. احنا النهاردة جايين نتكلم على صفة هتشوفها من ربنا. لما تشوف الصفة دي من ربنا في فصل المتوازن، متوازن هتتعلق بيه قوي وهتحبه قوي وهتقوم طالع مش عايز تكون فعلا إلا في كل جانب من جوانب حياتك إلا حاجة تشرف، حاجة لما الحد يبص لها يقول الناس دول فعلا تربية ربنا، لأن الرب هو الذي يربي سبحانه وتعالى. بس يا ترى مين اللي هنتكلم النهاردة عليه كإنسان متوازن في شغله وإنجازاته في عمله وكمان في عبادته لربنا والمناسك اللي بتعمل روحانيات بين العبد وبين ربنا؟ مين الطالب اللي حقق التوازن ده؟ انت لما تخش فصل المتوازن هتلاقي ناس كتير قاعدة حققوا الاتزان ده وكانوا رمز فعلا للنجاح بينهم وبين ربنا وبينهم وبين شغلهم، وبرضو ده بينهم أصلا وبين ربنا، لأن الاتنين دول أوامر ربنا أقمنا سواء في العمل أو في المناسك العبادة. بس في الصف الأول هتلاقي الرجل الثاني في العالم بعد الأنبياء. الرجل الأول كان أبو بكر صفة الصاحب، أما الرجل الثاني في العالم بعد كل الأنبياء ثم يأتي أبو بكر، ثم يأتي الشخصية المبهرة اللي لو تمشيت في الشارع تلاقيها أشهر شخصية في نفوس المسلمين.
لو سألت الشباب والبنات والرجالة والستات نفسك تبقى زي مين؟ هيقول لك أنا نفسي أبقى زي عمر، عمر بن الخطاب. إيش معنى زي عمر؟ لأن عمر بن الخطاب أنت تقف معجب قدام حزمه وعزة شخصيته وشجاعته وتقول ياه يا ريت المسلمين كلهم يبقى شخصياتهم كده، ثم تقف مبهور قدام حنيته ولين قلبه وهدوءه وجمال طبطبته على المسلمين وعلى حتى على الدواب اللي كان مسؤول عنها لما كان خليفة المسلمين، وتقول الله إيه الحنية اللي بيحن على البشر وبيحن على الدواب كمان، يا ريت المسلمين كلهم يبقوا حنينين كده. تقف معجب قدام سيدنا عمر بن الخطاب لما تشوف إنجازاته على مستوى عمله وعلى مستوى خلافته للمسلمين، ثم تقف مندهش أمام هذا الناسك العابد الجميل الذاكر الصائم ليل نهار بين يدي الله عز وجل اللي دمعته قريبة. فكتير مننا يتمنى يبقى مثل هذا الشاب اللي أسلم وهو عنده 26 سنة. بس يا ترى لما دخلت فصل المتزن فصل المتوازن شفت إيه من ربنا يا عمر؟ إيه الحاجة اللي شفتها من ربنا فخلتك تقول أنا لا يمكن أبقى فاشل في أي جانب من جوانب حياتي؟ وإحنا اتفقنا هنتكلم بس على جانبين مهمين، جانب العمل وجانب المناسك العبادة. دخل سيدنا عمر بن الخطاب فصل المتزن، فإذا بسيدنا محمد خلى عمر بن الخطاب يصدق، خلى عمر بن الخطاب يشوف صفة الحب. سيدنا عمر بن الخطاب صدق إن ربنا بيحبه، سيدنا عمر بن الخطاب اتأكد إنه غالي على ربنا، سيدنا عمر بن الخطاب خد باله من مواقف كتير ربنا بيقول له أنا بحبك أنا عايزك تحبني. تصور لما إنسان يبقى ربنا بيقول له أنا بحبك وهو مش واخد باله. ده احنا مع بعض بنزعل من بعض لما حد يقعد يطلع لي في كل حتة يقول لي بحبك بحبك وأنا ببقى كده عندي نوع من البرود في العلاقة. تصور أن في ناس كتير من المسلمين محتاجين يصدقوا أن ربنا بيحبهم. وتعالوا نخش مع بعض الفصل ونشوف المعلم صلى الله عليه وسلم وهم قاعد عمر بيفرجوا على صور حب ربنا، صفة الحب. يقول سيدنا عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله عز وجل. أبو جهل معروف وعمر بن الخطاب برضو قبل الإسلام معروف. تصور لما أسلم سيدنا عمر وعرف إن النبي كان بيقول يا رب لو بتأحب واحد في الاثنين أبو جهل ولا عمر أحبهم إليك خليه يخش في الإسلام، ويسلم سيدنا عمر. اشمعنى عمر؟ أبو جهل كان كافر وعمر كان كافر. بص مشاعر عمر بدأت تتحرك تجاه ربنا إزاي لما عرف إن ربنا بيحبه قبل الإسلام أصلا. بص أبو جهل كافر وعمر كافر، أبو جهل مؤذي وعمر كان مؤذي للمسلمين، اشمعنى أنا يا رب؟ هو كده، هو كده ربنا اختار إنه يحبك. على فكرة صفة النهاردة دي صفة المتوازن اللي شاف صفة الحب فقرر أنه فعلا يكون خليفة ربنا في كل حتة، يبقى حاجة تشرف شرع ربنا ويشرف النبي لأنه حبيب ربنا الغالي على ربنا. صفة احنا محتاجين احنا نصدقها، نصدق أن الله بيحبنا. أنا ساعات ببقى بعيد عن ربنا وياما عشت سنين في حياتي بعيد عن ربنا، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض على ربنا في رمضان في وقت مبارك في الليل كمان في رمضان. واحنا عملنا ايه عشان ربنا يحبنا؟ على فكرة قصة حياة عمر تشبه ناس كتير قوي مننا مش مصدقين ان ربنا بيحبهم، والشيطان قبل ما يتسلسل قبل ما رمضان يبدأ خلاه يقتنع انه داخل رمضان وهو مش مستعد وان لا يمكن يكون من المعتوقين من النار. عمر كان كافر ومؤذي للمسلمين ومع ذلك طلع كان ربنا بيحبه والنبي بيدعي له. تصور لما عمر عرف ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحبه، ويا سلام لما يقعد اكتر عمر في فصل المتوازن ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم جرعة تانية من جرعة شاهد يا عمر صور حب ربنا. تعالى يا عمر عايز أقول لك حاجة، إيه اللي حصل يا رسول الله؟ قال يا عمر نزل علي جبريل فقال استبشر أهل السماء بإسلامك يا عمر. الملائكة فرحت قوي إنك أنت رجعت لربنا يا عمر. برضو أنا مش هسيب الحتة دي إلا لما أقول والله العظيم وإحنا كمان كده يا جماعة، إحنا حالنا دلوقتي اللي بعيد عن ربنا دلوقتي ومش مصدق إن ربنا بيحبه وإن غالي على ربنا، أنت حالك أحسن من عمر بكتير أيام الجاهلية.
انت دلوقتي مسلم موحد زي ما تصدقش. اهل السماء استبشروا الاسلام، عمر وجبريل نزل، احنا ما عندناش جبريل هينزل دلوقتي، لكن اهل السماء بيفرحوا واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم على ربنا دلوقتي. ربنا بيباهي الملائكه، يقول شايفين عبادي بيذكروني، وربنا يتكلم علينا بالاسامي، لان ربنا اللي قال كده من ذكرني في ملأ، لو احنا بنتكلم على ربنا مع بعض ذكرته في ملأ خير منه عند الملائكه في الملأ الاعلى. فاذا كان اهل السماء استبشروا برجوع عمر، الملائكه دلوقتي فرحانه ان العبيد دول اللي الملائكه توقعت ان هم يفسدوا في الارض، احنا فاكرين ربنا. الصوره اللي انت شايفها دلوقتي واحنا بنتكلم على ربنا دي صوره من صور حب ربنا، لان الملائكه زمانها عامله فرح عشان القعده اللي احنا قاعدينها مع بعض. الملائكه لم تستبشر فقط لاسلام عمر ورجوع عمر الى الله، الملائكه كمان مستبشرين بالقعده الحلوه اللي احنا قاعدينها. فسواء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن ربنا يهديه، النبي يا ما دعانا صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أنت لازم تصدق، أصل مش هينفع نطلع بواجب عملي ومش هينفع نطلع بتأثير في حياتنا نحن نكون متزينين إلا لما نصدق. زي ما عمر صدق وشاف دعوة النبي قبل ما يسلم، وإحنا كمان قبل ما نرجع لربنا يا ما النبي دعانا وقال أمتي أمتي، بل النبي خبى دعوته. ويا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في تصرفات النبي، ويا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في خلقته لهذا النبي الحنين، وهو ليه دعوة مستجابة فضل مخبيها لغاية يوم القيامة عشان يدعي لنا إحنا بالجنة ويشفع علينا. عمر صدق أن ربنا بيحبه باستبشار الملائكة اللي كمان هم مستبشرين بينا، وصدق ان ربنا بيحبه بدعوة النبي اللي دعالنا احنا كمان. صدق عشان هنبدأ بعد شوية نخرج من مدرسة الحب ونتكلم ازاي نحقق التوازن. صلوا على النبي، شوفكم بعد فاصل ان شاء الله. صدق، اوعى تكون مش مصدق ان ربنا بيحبك. عمر صدق لما سمع ان النبي كان بيدعي له وهو كافر، يا رب عز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، وطلع هو احب الرجلين، طلع عمر مش ابو جهل. صدق وانت بعيد، النبي دعالك من زمان. على فكره قصص حب ربنا لعمر طبقا يعني تيبيكال زي ما بيقولوا لصور حب ربنا لينا. عمر بن الخطاب النبي قال له جبريل استبشر وأهل السماء استبشروا بإسلامك لأن ربنا بيحبك، فلما أنت رجعت لربنا ربنا فرح والملائكة فرحت. وإحنا كمان لما حد فينا بيتوب، مش فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما واحد فينا بيتوب، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد كان ماشي على جمل في وسط الصحراء وفجأة الجمل ده هرب منه، فافتكر نفسه هيموت عطشان والشمس شديدة في الصحراء، حفر لنفسه حاجة زي القبر كده يقعد فيها وقال أنا متأكد أن أنا هموت. شوية جات الجمل وقعد يصحيه ويلعبه بالحبل بتاعه، فلقى الجمل واقف قدامه مسك في رقبته وقال الله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحة، فالله أفرح بتوبة العبد من ذلك العبد. لما ترجع الله بيفرح جدا، ارجع ورمضان بيبدأ، وصدق أنه هو بيفرح وأهل السماء. ربنا عز وجل بيباهي دلوقتي بينا أهل السماء، ولما أنت صليت العصر الملائكة كانت شايفة وشاهدة، ولما هتصلي الفجر بكرة الملائكة هتشهد وربنا هيباهي قدام الملائكة. بقى ربنا يباهي بينا قدام الملائكة وهو ما بيحبناش، صدق أنه بيحبك زي ما عمر صدق عشان نتخرج دلوقتي متزينين، وهتشوف إزاي دي أثرت، إزاي الحب أثر في الاتزان. سيدنا عمر جات له جرعة من مشاهدة حب ربنا رهيبة، وبرضه تشبه صورة من صور حب ربنا لينا. يا عمر تعالى. أيوة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. أنا حاسس سيدنا عمر يقول يا نهار أبيض، أنا؟ أنت خاتم النبيين، لو في بعدك نبي لما ربنا ينظر للكون لو حب يختار نبي بعديك، وما فيش نبي بعديك، بس لو حب يختار، أنا؟ أنا اللي كنت مؤذي وكنت كافر، أنا اللي كنت بعيد. على فكرة دي تشبه، والله تشبه حياتنا احنا كمان. مش النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة في بعض الأحاديث قال الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة؟ مش ربنا سمنا كلنا وانت مننا وأنا من المسلمين؟ والله احنا مؤمنين، أرجوك بكلم نفسي وبكلم حضرتك، صدق انه بيحبك. مش ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ بقى ربنا يوصف حاجة غلط سبحانه وتعالى؟ انت من الأمة اللي ربنا قال، ما قالش كنتم خير أمة إلا شوية، كنتم كلكم كده خير أمة أخرجت للناس. والله بيحبنا. أنا رسول الله لو في نبي بعدك يبقى أنا. واحنا كمان شايلين راية النبي وشايلين لواء النبي، لان مفيش انبياء تانية. الناس هتحب الدين عن طريقنا، ربنا اختارنا احنا عشان يبقى اسمنا المسلمين خير امة اخرجت للناس. صدق سيدنا عمر.
والله صدق ان ربنا بيحبه. ولما صدق وشاف صفة الحب من ربنا اتخرج من مدرسة الحب. واحنا دلوقتي بعد شوية هنروح لمكان من الأماكن اللي كان فيها سيدنا عمر بيتخلق بخلق التوازن في شغله، عشان بعد شوية هنروح لمحراب عمر ونشوف ازاي كان عايز يبقى خليفة لربنا، يبقى حاجة تشرف. مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا تبص عليهم في الشغل تلاقيهم حاجة تكسف، مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا تبص في المسجد ما تلاقيهمش، مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا لما تقرب منهم تتمنى انك ما تبقاش زيهم. سيدنا عمر لما تأكد من حب ربنا وانه غالي على ربنا قال لا، لو ربنا أقامني في شيء هبقى خلفته، فعلا هبقى مشرف للمسلمين، مشرف لخلفاء الله. وانت كمان أرجوك صدق، صدق انه بيحبك، صدق انه بيفرح لفرحك، صدق انه بيغضب لو حد أذاك. مش فاكر لما ربنا عشان يقولك بحبك قال من عادى لي وليا، وليا يعني حبيبا، فقد آذنته بالحرب. ربنا بيعلن الحرب على اللي يزعلك، بيحبك وكل يوم بيعمل معاك حاجة وبيسخر لك حاجة وبيقول لك كلام حلو عشان يقول لك أنا بحبك. أرجوك صدق، صدق يا مسلم أنه بيحبك. يلا نروح مع بعض المدينة لبستان من بساتين المدينة اللي كان فيها سيدنا عمر بيشتغل، وتعالوا مع بعض نتفاجئ زي ما أنا اتفاجئت بأمنية وحلم سيدنا عمر بن الخطاب. يلا نروح مع بعض المدينة لبساتين المدينة. صلوا على النبي وأشوفكم إن شاء الله. تفضلوا. سيدنا عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الكون في معرفته لربنا وحبه لربنا، الأنبياء رقم واحد، يجي بعدهم أبو بكر الصديق، يجي بعدهم سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان عارف إن لو ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نبقى زي السيدة مريم قاعدة في المحراب طول وقتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بعت لها رزقها وهي في المحراب. سيدنا عمر كان عارف إن ده مش مراد ربنا مننا إحنا خلفاء في الأرض، سيدة مريم كانت حالة خاصة، أما إحنا ربنا عز وجل عايزنا خلفاء ليه في كل مكان بيقيمنا فيه، لأن العلماء قالوا ربنا أقام العباد فيما أراد. سيدنا عمر بيتكلم عن طريقته في عبادة ربنا وعن حياته في تقسيم أوقاته، عشان هو إنسان متزن خليفة لربنا في كل مكان ربنا بيقيمه فيه. بيتكلم عن تقسيم وقته في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم والوقت اللي بيقعد فيه مع النبي، وعلاقته بشغله وتنفيذه لمراد الله عز وجل. بيقول كنت أن أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئت إلى جاري بخبر هذا اليوم، وإذا نزل هو فعل مثل ما أفعل. كل واحد بينزل يوم، واليوم اللي أنا بنزل فيه جاري بياخد باله من البستان ومن التجارة، واليوم اللي هو بينزل فيه أنا بشتغل وبعمر في هذا الكون. هنا كان سيدنا عمر بيقضي نص حياته، هنا كان سيدنا عمر بيشتغل وبيخلف ربنا في إعمار الكون، هنا كان سيدنا عمر ابن الخطاب بيتعب عشان ما يمدش إيديه لغيره، هنا سيدنا عمر ابن الخطاب كان بيشتغل عشان أعدائنا ما يتحكموش فينا وفي أكلنا وفي رزقنا وفي مصائرنا، هنا سيدنا عمر كان بيقول أنا صورة مشرفة لخلفاء ربنا اللي حبوهم وحبوه واللي بينفذوا مراده. مش ممكن يكون خليفة ربنا عز وجل في الشغل فاشل أو في الشغل متأخر. وانت كمان كن خليفة لربنا عز وجل وحقق التوازن. إذا ربنا عز وجل أقامك في دراسة لو انت طالب، أو أقامك في الشغل لو انت بتشتغل،
الله هو الأول، وانت كمان كون الأول في شغلك. الله هو القوي، وانت كمان اشتغل بقوة، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تصور لو كل يوم بننزل أشغالنا أو جامعاتنا أو مدارسنا بالمعنى ده، يا رب انت بتحبنا، احنا تأكدنا ان انت بتحبنا. مش ممكن تكون بتحبنا واحنا في أشغالنا أو في دراستنا ما نكونش شيء مشرف لخلفائك اللي تأكدوا من حبك ليهم، فصاروا بيتحركوا في وسط الخلق بصفاتك، فصاروا في الشغل متقنين، صاروا في الشغل أوائل وفي الدراسة أوائل بسبب إن هم خلفائك بيشرفوا أمرك ويشرفوا دينك إني جاعل في الأرض خليفة. أنت عارف لو أنت تحركت ونزلت شغلك أو دراستك بالمعنى ده، عمرك ما هتشتكي أبداً إن أنا الشغل واخدني من ربنا، إن أنا الدراسة واخداني عن ربنا، لأن ربنا بصفاته وبقربه في كل مكان. وتصور إنسان بيتقن شغله أو دراسته عشان يقول يا جماعة أنا خليفة الله وخلفاء الله عز وجل شغالين بيتعبوا وبيأكلوا من عرق جبنهم وتعب إيديهم، خلفاء ربنا ناس مشرفين، والله هتنزل شغلك تقرب من ربنا أكتر، هترجع لمحراب الصلاة اللي أنت ناس كتير بتقول أنا مش قادر أوازن ما بين شغلي وما بين عبادتي، لأنه مش فاهم إن شغله هيلاقي ربنا وهيشوف ربنا ببديع صنعه في النبتة. سيدنا عمر شاف بديع صنع ربنا في النبتة اللي كان بيزرعها، ويقعد سنة أو أكتر يقعد يروي في النبتة لغاية ما تطلع، وهو شايف عون الله ورزق ربنا عز وجل، فيعرف ربنا أكتر ويقرب له أكتر. وإنت كمان في شغلك وفي دراستك هتشوف عون ربنا وتولي ربنا لشؤونك وتدبيره لحالك ورزقك. تنزل الشغل تقرب لربنا، تروح المحراب في الصلاة تقرب لربنا، ودي كانت عيشة سيدنا عمر. عشان كده ما تستغربش إن أمنية حياته إنه يموت في الشغل. سيدنا عمر بيقول ويحفظ الكلام ده، لأن الواحد لو ما حققش الاتزان هيبقى صورة غير مشرفة لحبايب ربنا. ولو أنت تأكدت أن ربنا بيحبك لا يمكن تتخاذل وتتراجع وتتخلى عن خلافته في كل شيء ربنا أقامك فيه، لأنه أقام العباد فيما أراد. سيدنا عمر بيقول ما أحب أن يأتيني أجلي بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي راحلتي أطلب من فضل الله. شعبة الراحلة الجمال اللي هتيجي بعد شوية يحمل عليها سيدنا عمر الزرع اللي تعب فيه شغله طول السنة، ويروح مع الراحلة بتاعته السوق عشان يبيع. هو بيقول يا رب لو هتموتني موتني في الجهاد شهيد، ولو مش هتموتني في الجهاد موتني في وسط شغلي بين شعبتي راحلتي وأنا أطلب من فضل الله. لأنك وانت رايح الصلاة أو رايح الجهاد بتطلب من فضل الله، وانت رايح شغلك بتطلب من فضل الله، فلو مت هنا أو هنا انت في طريق ربنا، انت في سبيل الله. أمنية سيدنا عمر يموت في الشغل، واحنا للأسف الشديد بنقول اللي بيموت في الشغل بيموت ملهي عن ربنا، بيموت الدنيا واخداه. لكن اللي عارف ان ربنا بيحبه دايما هيدور على ربنا عز وجل في كل مكان ربنا أمره انه يكون فيه، واحنا ربنا أمرنا نكون خلفائه نعمل هذا الكون. فلازم تحقق هذا الاتزان ما بين الشغل وكسب لقمة العيش وما بين المحراب وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. شعر راسي وقف لما عرفت ان امنية سيدنا عمر انه يموت في الشغل وهو بيطلب من فضل الله عز وجل. كان لو شاف شاب شكله حلو كده وعضلات كده سأله هل له حرفة؟ بيعمل ايه ده؟ بيشتغل ايه؟ متقن ايه؟ فإن قيل له لا يتقن حرفة قال سقط من عيني. بتعمل ايه؟ متقن لإيه؟ لو سيدنا عمر نزل دلوقتي وبص على القهاوي
انتوا قاعدين بتعملوا ايه يا شباب؟ احنا قاعدين ليه؟ قاعدين يا شباب اصل في بطاله. طب انتوا اتعلمتوا ايه؟ الشركات بتدور على الكفاءات، مش بتدور على الخريجين بس، بتدور على الكفاءات. اتعلمت ايه؟ درست ايه؟ اتمرنت فين؟ علشان لما تيجي تقدم في شركه يقولوا الراجل ده فعلا هيفيدنا لما يجي. يبقى الشركات عندها مشكله بتدور على الكفاءات، والشباب اللي متخرج ما عندوش حرفه زي ما سيدنا عمر وصى، عمال يقول البطاله والبلد، مع ان المعادله سهله. انت خليفه ربنا، ربنا بيحبك، لازم تكون مشرف لخلفاء ربنا عز وجل. خد بالك، احنا بعد الفاصل اللي جاي هننتقل لمناسك عمر ورقه قلب عمر، وبص على الاتزان. هذا الرجل اللي كان بيتمنى من ربنا اموت في شغلي وانا بطلب الرزق من فضلك يا رب، لو ما متش في الجهاد يبقى اموت في الشغل، في البيزنس، في الحاجه اللي بنزل فيها عشان اشوف عونك يا رب وانا بطلب من فضلك. هنشوف ازاي هذا القلب كان رقيق قوي وهو بين يدي الله عز وجل. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم على الفصل ان شاء الله. واحد يسألني يقول لي أنت عمال تتكلم على التوازن عند سيدنا عمر في الشغل، وداخل دلوقتي على محراب عمر ومناسك سيدنا عمر، أمال فين الجانب الاجتماعي؟ أنا قلت لكم يا جماعة أن سيدنا عمر كان متزن في كل حاجة، لكن الحلقة ما تستحملش وقتها أن أنا أخش كل جوانب سيدنا عمر. لكن هقول لك حاجة عشان تعرف مين عمر الحنين اللي بيحب الاجتماعيات. انتوا عارفين ان سيدنا عمر كان بيتمشى بالليل عشان يطمن على الرعية لما كان خليفة المسلمين، وهو ماشي سمع ست جوه بيتها بتقول شعر. الشعر ده معناه ان جوزي وحشني ونفسي قوي اشوفه وانا بحبه، ومهما غاب عني عمري ما هبص لحد تاني ابدا لان حبه مالي قلبي. فخبط عليها ما رضيتش تفتح، خبط عليها ما رضيتش تفتح، قال لها انا عمر امير المؤمنين. فتحت قال لها جوزك بقاله قد ايه؟ قالت له جوزي بقاله سنه بعيد عني. بيعمل ايه؟ قالت له في الجهاد، في فتوحات المسلمين، بينصر دين ربنا. روح سيدنا عمر وهو مهموم جدا ونده لحفصه بنته، قال لها يا حفصه هسالك سؤال، حاجه بين الست والراجل ما يعرفهاش غير الستات، هي الست تقدر تصبر قد ايه على بعد جوزها حبيبها عنها؟ قالت له يا ابي ممكن تصبر 4 شهور لكن هيبقى وحشها قوي. فأصدر فرمان وهو أمير المؤمنين فاتح العالم كله إن أي شاب يروح أو أي زوج يروح يقعد 4 شهور وبعدين يرجع جنب مراته عشان يحافظ على الحب والاجتماعيات. طب والجهاد والفتوحات؟ الحب، لأنه خريج مدرسة الحب المتزن رضي الله عن عمر اللي تعلم على إيد المعلم صلى الله عليه وسلم. ويلا نخش على محراب سيدنا عمر اللي دايما كان يخطب في الناس يوم الجمعة ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا. وبص على مفاهيم الاتزان اللي نبع من أنا صدقت أن ربنا بيحبني، فمش ممكن أكون مش مشرف في كل جوانب. طب لما ربنا ينده عليا يقول لي اقرأ كتابي، يقول لي خش بيتي، يقول لي اذكرني عشان أذكرك، خليك قريب مني بقلبك. كان سيدنا عمر يقف ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، خلصتوا المناسك، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عمر بيقول لهم آية التوازن. انتوا اصلا من الصبح يوم الجمعة ما كانش زمان اجازة زي دلوقتي، فكانوا بيشتغلوا في الاسواق، فكان بيقول لهم انتوا الصبح شغالين، اول ما ربنا ينده عليكم خليك في الصف الاول، سيب البيع والشراء، انت في البيع والشراء خليفة الله اللي بيحبك، اكيد هتشتغل، بس لما ينده عليك روح عشان تحقق التوازن، واول ما نخلص صلاة الجمعة وتسمع الخطبة ارجع بسرعة لشغلك وعمر الارض، انت خليفة ربنا، خليك مشرف، خليك عبد رباني متزن، لان ربنا لما يحب حد عيب الحد ده يبقى حاجة تكسب، سواء في شغله أو في محراب الصلاة، اوعى تأخر عن الصلاة. وانت بتشتغل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اشتغلوا بس واذكروا الله كثيرا. قال لك ليه؟ قال لك لأنك لما تشتغل وتتقن بس تخلط الشغل ده بالصلاة في وقتها والذكر، الشغل مش هياخدك من ربنا، ده انت هتشوف ربنا في الشغل أكتر وهو بيساعدك. الشغل، البزنس، التجارة، في غش وفي أمانة، في سرقة وفي شغل بإنسان نزيه وما بيغشش الناس، بس الفلوس كتيرة
الحرام فلوسه كتير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طب مين اللي هيحجزني وأنا أعرف ناس كتير ممكن يكونوا بيغشوا والفلوس في إيديهم كتير، فتنة الدنيا، مين اللي هيحجزني؟ حب لربنا وصلة ربنا. فربنا قال اخلطوا الذكر واخلطوا الصلوات في وقتها وسط شغلكم، عشان لما تشتغلوا محدش فيكم يضعف قدام الفلوس الحرام الكتير. أعرف بعض الناس أصحابي منهم، سواء رجال كبار رجال أعمال أو شباب لسه حديث التخرج، عندهم مقرأة بقالها 12 سنة. أول أنا ما بدأت أعرف طريق ربنا حضرت المقرأة دي. المقرأة دي يا جماعة موجودة لغاية دلوقتي، في نفس اليوم وفي نفس الوقت الناس دول بيخلصوا شغلهم، ناس متقنين، ناس بيطوروا نفسهم باستمرار، ناس مركزة في عمارة الأرض، ولكن تلامذة في المقرأة. روحوا يتعلموا مع بعض، روحوا يذاكروا مع بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى، يروحوا يقعدوا تحت اللي بيعلمهم قرآن علشان يعرفوا أحكام التلاوة ويتدبروا في آيات ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، تشوفهم تلاقيهم ناس نافعين، قلبهم رؤيق، بيحب يساعدوا، ناجحين في حياتهم. وأنا بسألك، أنت عندك مقرأة ولا لأ؟ عندك مقرأة بتلم فيها أصحابك، وانت كمان عندك مقرأة ولا لأ؟ هات كتاب رياض الصالحين اللي فيه الأحاديث السهلة جدا، وتعالوا كده كل أسبوع وعودوا مع بعض بعد أشغالكم ولا دراستكم اللي انتم متقنين فيها لأنكم خلفاء ربنا اللي بيحبكم، وقروا مع بعض آيتين ثلاثة أو صفحتين ثلاثة في القرآن، وقعدوا فكروا يا ترى ربنا حابب يقول لنا إيه. وواحد يقرأ حديثين ثلاثة من رياض الصالحين، نطلع كده متعلقين بربنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا سلام على سيدنا عمر المتزن، يقول عنه ما مات عمر إلا بعد أن سرد الصوم. سيدنا عمر كان عنده خطة، الخطة دي بتقول أنا مش هموت، هبدأ أتدرج في العبادة خطوة خطوة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، خطوة خطوة هبدأ أتدرج في الصيام، هصوم وليكن اثنين وخميس أو ثلاث أيام في الشهر بس، ثم اثنين وخميس وخميس، ثم يوم في يوم، كل ده لغاية ما وصل 63 سنة وبقى يصوم كل يوم. كان عنده خطة يوصل لدرجة معينة مع ربنا في المناسك، في الصوم، علاقته بينه وبين ربنا. وأنا الحقيقة وأنا بقرأ الكلام ده وبتعلمه جوه مدرسة الحب على إيد النبي عن طريق عمر بن الخطاب، قعدت أسأل نفسي، هو أنت إيه خطتك في المناسك مع ربنا؟ إحنا لما بنخش الشغل يقولك لازم يبقى عندك بلانينج، يبقى عندك تشتغل وعندك تخطيط لقدام عشان تبقى عندك فيجن، يعني رؤية تبص هتعمل إيه بعد شوية. سألت نفسي، هو أنت في العبادة رايح على فين؟ ولا هتروح عند ربنا كان بيحبك كان بيتودد لك، وبعدين يبقى عندي شرخ كبير بيني وبين ربنا في المناسك، يبقى عندي فجوة كبيرة في روحانياتي بسبب أن أنا ما كانش عندي هدف لا في الصيام ولا في الصلاة بين إيدين ربنا عز وجل. مش فاكرين لما كانوا بيشوفوا عمر منهك شوية فيقولوا له مالك يا عمر، واحد اسمه معاوية كان بيسأله فيقول له يا معاوية، مش معاوية بن أبي سفيان، اسمه معاوية بن زيد، كان قايله يقول له يا معاوية أنا تعبان شوية لأني إن نمت بالنهار أضعت حق الرعية، عايز أخد بالي من الناس، وإن نمت بالليل أضعت حق ربي، أنا بحب أقف أتكلم معاه بالليل، أتكلم معاه وأحكي له عن حالي وأطلب منه اللي أنا عايزه. عشان كده ما تستغربش إن النبي يشوف رؤية إن ناس قدامه لابسين قمص، يعني قمص يعني جلبيات، وكل واحد فيهم الجلبية وصل له لغاية هنا أو لغاية وسطه، وشاف سيدنا عمر جلبيته مجرجرة وهو ماشي، فالنبي قال انتوا عارفين الجلبيات القمص دي ايه؟ الجلبيات دي الدين، وسيدنا عمر دينه سابغ، سيدنا عمر دينه كامل وكمان ماشي مجرجر وراه. هو ده الدين يا عمر، هو ده الدين يا خريج مدرسة الحب، هو ده التوازن. الله انا صدقت انه بيحبني خلاص، مش ممكن اكون مش مشرف في اي حاجة يقيمني فيها، بالذات في شغلي والمناسك، مش ممكن ربنا ينده عليا اقول له مش فاضي، ومش ممكن ابقى بشتغل والناس بتقول ايه يا عم الناس دي، وأنا في الآخر أطلع واحد من أحباب ربنا لكني مش مشرف. أنا خلفتك يا رب هكون متزن عشان لما الناس تبص عليا تقول الناس دي تربية الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. عشان كده الواجب اللي بناخده بين كل فصل، كن عبدا ربانيا. بعد ما الحلقة حضرتك الحلقة تخلص أو أي وقت وانت رايح بكرة الشغل أو قبل ما تنام، ناجي ربنا عبادة المناجاة، كلمه ببساطة أكنه قريب منك، كلمه من غير تكلف لغة عربية، كلمه بلغتك أيا كان البلد اللي انت فيها، بالعربي بالإنجليزي، تكلم قوله أنا صدقت انت بتحبني، صدقت من الحلقة دي وانت بتسمعني عن حد انت حبيته حياته تشبه حياتي، كان بعيد وكنت بتحبه، صدقت لما سمعتني القصة دي انت بتحبني، أنا كمان بحبك، صدقت لما وفقتني لصلاة العشاء من شوية ولا الفجر مبارح
لما ندهت عليا انت من جوايا يا رب، انت رميت جوايا حبك فانا قمت صليت، وكل ده بسبب حبك. انت اللي حبيتني الاول من غير ما اعمل اي حاجه، صدقت انك بتحبني، صدقت ان يوم ما انا سبت الصلاه وما صليتش انت خليت جوايا تانيب ضمير عشان تقول لي يا عبدي يا حبيبي ما تبعدش عني. تانيب الضمير ده ما كانش الا منك انت عشان ترجعني ليك. انا صدقت ان انت بتحبني وانا كمان بحبك يا رب، وهوعدك ان هتخلق بخلق التوازن، لان انا ما ينفعش تكون بتحبني وانا ابقى بعيد عنك في الشغل، ما شرفش خلفائك ولا لما تنده عليا. يا رب انا بوعدك ان انا اركز في دراستي ولا في شغلي عشان بجد ما بقاش شخصيه منفره من حبايبك اللي انت بتربيهم، الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. وبوعدك يا رب لما تنده عليا في اي لحظه عايزني اقف بين ايديك، في صلاه ولا في قران ولا في مقراه ولا في درس علم ولا في صيام نوافل ولا اذكرك عشان تذكرني، كل ما تفكرني يا رب بعباده اوعدك اني هتخلق بخلق الاتزان، وجنب شغلي بجد هبقى فاكرك، وهقف في اول صف في المسجد عشان اصلي جماعه مع المؤمنين، وهذكرك ومش هيعدي رمضان الا لما اجدد علاقتي مع القران. انت بتحبني وانا هتكلم معاك وهقرا كلامك. ناجي ربنا اقول له الكلام ده ونفسي اطلب منكم طلب. ممكن يا جماعه لو قعدتوا تقولوا لربنا يا رب احنا شفنا حبك، وقعدتوا تناجوه وتقولوا له احنا شفنا حبك في مواقف، ممكن تشاركونا في المواقف دول دي؟ ابعتوا لنا على mustafahusni.com المواقف اللي شفت فيها حب ربنا، بحيث علمونا يا جماعه صفات ربنا ظهرت في حياتكم ازاي، اشركونا معاكم. ابعت قول انا شفت حبه في المواقف دي عشان لما نقراها مع بعض وابدا اقرا مشاركات حضراتكم يوم بعد يوم نبدا نتعلم صفات ربنا عن طريق بعض، نبقى احنا كمان بندعو لمدرسه الحب. واي واحد مننا يا شباب لسه ما دخلش مدرسه الحب على الموقع وسجل اسمه يخش النهارده ويسجل في مدرسه الحب. وحاجه اخيره، احنا عندنا انت مين فيهم، خش على الموقع بتاعنا هتلاقي بعض الاسئله عباره عن استبيان، انت شبه عمر ولا مش شبه عمر، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، شبه ولا مش شبه، هتلاقي اسئله لو جاوبت عليها كلها مثلا يعني بالاجابات المطلوبه ايوه انت شبه عمر كمل زي ما انت طالب فعلا اتعلمت وهتتخرج من مدرسه الحب، او هتلاقي نفسك شبهه في حاجات وحاجات تانية هيطلع لك من البيان ده او من هذه الورقه اللي فيها الاسئله هيطلع لك انت ناقصك شويه حاجات، ظبط نفسك في الحته دي هتبقى شبه، يعني بلاش اقول شبه هم، هتبقى ماشي على خطى سيدنا عمر بن الخطاب، وتبقى انت ان شاء الله واحد منهم، خريج مدرسه الحب اللي شاف حب حبيبنا ربنا عز وجل فقال له يا رب انا هكون خليفتك في كل حته تخني فيها، بالذات في شغلي وفي عبادتي ومناسكي. بحبكم والله بحبكم، ده الشعور اللي في قلبي دلوقتي. ويا رب ربنا يحبنا ويديم علينا نعمة التواصل، ويديم علينا ده نعمة ان احنا نخش كل يوم في مدرسة الحب نشوف صفة من صفات ربنا ونبدأ نقول دي هتأثر فينا ازاي. اما نشوف صفة نتخلق بها بالظبط زي امبارح الصاحب ابو بكر شاف الصاحب ربنا فبقى صاحب، او نشوف صفة تأثر فينا نبقى خلفاء ربنا ونكون عباد ربانيين نعامل الناس بأخلاق الله. بكرة هستناكم ان شاء الله في فصل تاني وفصل تالت بقى ان شاء الله من مدرسة الحب، وهنشوف واحد عمل موقف يا جماعة فعلا كان عبد رباني. لازم تشوفوا حلقة بكرة إن شاء الله. أحبكم، أشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.